ولذلك لما قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يا نساء النبي لسن الأخير، شو قال في الأخير؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل بيت الرسول اللي كانوا بخصوا الرسول وبيلزموه في وين؟ في البيت. ولذلك بما أنه كانت فاطمة متزوجة ومخلفة الحسن والحسين وزوجها علي، بتعرفوا مين هو علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يدخلهم في مفهوم أهل البيت، لأن القرآن صرح مين أهل البيت، كل كلامه كان عن النسوان اللي نساء الرسول، ما هو هذا اللي مجمع عليه بين العلماء، أضيق دائرة لأهل البيت هي دائرة إيش؟ الأسرة اللي أنت فيها، يعني في البيت الزوجة والأولاد هذول أهل البيت. بما أنه فاطمة كانت صارت متزوجة عليها السلام وعند الحسن والحسين، وذلك في حادثة بيسموها حادثة الكساء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن فاطمة والحسن والحسين وعلي: اللهم هؤلاء أهل بيتي، أهل بيتي. قالت له أم سلمة كان في بيتها وقتها: وأنا مش من أهل بيتك؟ قالها: أنت على مكانك، لأنه مكانها مين محددك؟ القرآن. إنما يريد، أنت على مكانك، أنت على خير، أنت على مكانك، أنت إلى خير، أنت من أهلي. هذه كلها هذه وردة في الأحاديث الشريفة في الرد عليها، أنت من أهلي. وفي الحديث البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى حجرة عائشة فيقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. فردت عليه قالت عائشة: وعليك السلام ورحمة الله، أنتم ملاحظين؟ وبركاته. فإذا موضوع الأهل كيف لما في إبراهيم عليه السلام زوجته سارة استغربت، شو ردت الملائكة ولات لها؟ استغربت إنها تولد عجوز وعقيم وبدها تولد، ها شو كانوا؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته مش هيك؟ عليكم أهل البيت. هذه قضية الأهل إذا صارت واضحة. بس العجيب إحنا اليوم أهل بيت آدم؟ لا، آل آدم، لأن عمرنا ما شفناه، يعني لو مرق آدم نعرفوه مش هيك؟ عليه السلام. طب إحنا آل آدم من وين؟ ما عمرناش سمعنا حدا بيقول آل آدم. طيب، وحتى الله قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. طيب، ولا إحنا إيش؟ ذريته مش قالوا. إذا الأهل فقط اللي بلازم في اختصاص وملازمة، اختصاص وملازمة. معناته إذا كانت فاطمة من أهل البيت والحسن والحسين، بعد وفاة الرسول جال الحسين والحسن أولاد، هذول أهل بيت من وين؟ ما لازموا الرسول في البيت ولا شافهم ولا شافوه، قالوا بتمد لليوم، قال لك إحنا من أهل البيت. منهم يعني من نسلهم اللي بدأ أهل البيت، ماشي، إذا من نسل أهل البيت ماشي، بس أنت أهل البيت، فرقوا بين الأمرين. ها، ما الناس عم بخلطوا، يعني بقول لك أنا من نسل أهل البيت، أنت من نسل أهل البيت، بس أنت من أهل البيت، هذا في فرق بين التنتين. يعني أنا من مين؟ مثلا من آدم، ومن مين كمان؟ من نوح. إحنا من نوح ولا مش من نوح؟ طيب ومن مين كنا؟ مثلا من أهل البيت، يعني بداية، في بداية أهل البيت. طب أنت أهل البيت، يعني شفت الرسول بتعرفه، تلازمت أنت وياه. هاي أول قضية نوضحها، لأنه كثير قاعدين بتوسعوا فيها المسلمين في مفهوم لا، إذا لم يخالط الرسول ويكون معه في البيت مش من أهل البيت، وتجولي بعد آلاف السنين وتقول لي من أهل البيت. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ بتقصد أهل بيت معينين، أهل بيت معينين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
طيب خلصنا من أهل.